إلى المستشفيات. نقل أهالي بلدة الزبداني فور وصولهم مطار هتاي جنوب تركيا على متن طائرة قادمة من بيروت. ومن المرتقب أن يغادر أهالي الزبداني الذين أجلوا عن بلدتهم في إطار الاتفاق المعروف باتفاق الزبداني الفوعة كفرية باتجاه الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى على الجانب السوري، ويبلغ عددهم 126. وفي الجانب الآخر وصلت الحافلات التي تقل من تم إجلاؤهم من بلدتي كفرية والفوعة بعد ساعتين من وصول طائرتهم مطار بيروت قادمة من تركيا. الحافلات التي تقل أكثر من 300 شخص من سكان البلدتين الواقعتين في ريف إدلب وصلت إحدى مناطق جنوب دمشق بعد أن عبرت نقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية. وبعملية التبادل هذه تنتهي المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أبرم بين المعارضة السورية ونظام الأسد وميليشيات حزب الله الخاصة بإجلاء الجرحى والمدنيين من البلدات السورية الثلاث. المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عما وصفها بالمصادر الموثوقة إن من بين الجرحى الذين تم إجلاؤهم من بلدتي كفرية والفوعة عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني خرجوا ببطاقات شخصية سورية. المصادر أفادت أنهم أصيبوا في وقت سابق خلال اشتباكات وقعت بين ميليشيات الحزب وفصائل المعارضة السورية. بشاير المطيري، العربية.